فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تخاصم الزوجان في أثاث البيت وكان لأحدهما بينة، فهل تؤخذ ببينته أم يقال بأن مالك؟ إذا قام أحدهما البينة على ما ادعاه أنه لا يحكم بها، إنما يقال يفصل بين ما هو للنساء يكون للمرأة وما هو للرجال يكون للرجل، هذا فيما إذا لم يكن هناك بينة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.